اوريكم الراجل عزام التميمي. عزام التميمي ده اللي هو لو تفتكروا الراجل اللي مسؤول عن التمويل لقنوات الاخوان في تركيا، اللي هو بيجي عبد الرحمن ابو دية ياخد الفلوس من قطر يوديها لندن، وبعد كده تدخل من لندن تروح تركيا، ياخدها اتنين، ايمن نور وعبد الرحمن ابو دية وعزام التميمي. عزام التميمي طلع في قناه الحوار، انا عايزكم تسمعوا الجزء ده اللي قاله واللي بيتكلم فيه على الاعلام المصري وعمل ايه في الاعلام الاخواني. ده يهمنا، سمعونا كده. لو تاملت في تسلسل الاحداث خلال الاسابيع القليله الماضيه، لا يمكن الا ان تستنتج ان ثمه حمله مدروسه ومخطط لها، ونحن نقترب من ذكرى ثورة 25 يناير للهجوم على المنابر الإعلامية التي تنتقد الانقلاب وتناصر الثورة وتسعى إلى رفع مستوى منسوب الوعي لدى الجماهير. حملة من عدة أطراف، ولكن مضمونها واحد، أنه ينزع المصداقية عن هذه المنابر، يشكك فيها، تكلم عن مين بيمولها مين ما بيمولهاش، ارتباطها بالاطراف دي، يعني لا يناقش المحتوى بتاعها. يعني هو طرح نقاش المحتوى حيفشل، ولكن حيشكك في مصداقيتها ويشكك في الناس القائمين عليها، ويبدا يدخل في قضايا لا قيمه لها. فلان ازاي عايش، وفلان عنده عربيه، وفلان عنده فيلا، وفلان متزوج مين ومش عارف بيطلق مين. لكن بالمجمل بيعمل ده. موجوع عزام التميمي جدا. ليه موجوع؟ اولا الجزء الاخير ده قال لك وان هما الاعلام في مصر بدا يتكلم عن امور فرعيه، مين بيمول ومين متجوز مين ومين طلق مين وبتاع، لان احنا في الحلقه الاخيره الاسبوع اللي فات يعني كشفنا حاله الفساد الانساني اللي هما فيها، يدخل واحده تعجبه فيتجوزها، وبعدين يحميها من ايمن نور، وبعدين يعني الكلام اللي فيه ناس ما عجبهمش ان احنا نخوض في ده. هي المشكلة انه انا بفهم مين دول، يعني اداء الناس دي عامل ازاي. الجزء الاولاني بقى بانه الاعلام اشتغل حملة ممنهجة من الاعلام المصري على القنوات دي. لا يا اخي، هو انت داخل معركة ولا داخل تهزر؟ هو انت بتقود حملة ضد مصر، حملة ممنهجة من كل قنواتك 24 ساعة ضد مصر، ولما يجي الاعلام المصري يتصدى لهذا الاعلام تقول تعيط وتقول اصل دي حمله ممنهجه لافقاد الاعلام الاخواني مصداقيته وان هم عاوزين يشوهوه؟ لا يا اخي، اهو انتوا مش قد المعارك ما تدخلوهاش، ما انتش قد المواجهه ما تدخلهاش، انما انت تعمل حمله تشويه بلد بحالها، ولما الاعلام يتصدى ليك ويكشفك تقول اصل هم بيفقدوا الناس الثقه في هذا الاعلام، وبعدين لا يهتموا بالمحتوى. إذا كنا احنا ما بنناقش إلا المحتوى بتاعكم، لأنه أنتوا لا ترددون إلا أكاذيب. وبعد ما بنقول المحتوى بنقول للناس مين دول؟ يعني مين دول؟ مين مين قابض من مين؟ ومين بيمول من مين؟ ما هو أنا لما أبقى عارف أنت فلوسك جاية منين؟ بتدفع منين؟ مين بيدفعها؟ فعلى طول ببقى عارف أنت توجهك إيه؟ يعني أنت لما تيجي هنا في مصر مثلاً، الإعلام المصري بكل طوايفه فلوسه من مصر، من الدولة المصرية، من الحكومة، من رجال الأعمال، من الشركات الخاصة، مصر في مشروع وطني، الناس بتصرف على الإعلام، فتوجهات الإعلام بتدافع عن هذه الدولة بوضوح. لكن أنت فلوسك جاية منين عشان أبقى عارف أنت بتتكلم على أي أساس. ولذلك مثلا أنا هديكوا نموذجين للمحتوى بقى اللي هو الأخ ده بيقول عليه، نموذجين فقط، والناس الحقيقة على التواصل الاجتماعي بيساعدونا جداً.